نتوجه للمواطن هذا، علاش يروح يشري وما يطلعش على البيرمي دو كونستروير وحده، يطلع على لاغريمون تاع السيد هذا ولا ديزيون تاعو للفوند كارونتي. هادو ثلاث نقاط، هادو ثلاث نقاط يفيري فيهم اي مواطن. قال انا جيت عندك وزاد بروموتور، صح تفضل، الوثائق تاعك نشوفهم، انا ما نتعاملش مع واحد وهمي، عطيني نشوف الوثائق تاعك، لاغريمون كذا كذا، نعم، لو بيرمي دو كونستروير تاع خاصه البيرمي، ما يقدرش يجيبو من فراغ، يلزم كومبليسيتي كبيره باش يقدر يخرج يستخرج رخصه بناء، لانه رخصه البناء ما يديهاش هكذاك من المكتب هكذا يروح يرفدها ويجيبها، فيه مصالح تقنيه تدخل. نعم، علاه قلت لك انا دخلت كي تقولي ترقي، صح كاينين موجودين، انا معاك موجودين، ولكن هذا المواطن اللي كومبليس كالكو بار. طيب استاذ، وخاصة هناك نقطة أخرى، ربما اليوم نشوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتشار الترقيات العقارية الوهمية، والمواطن لما يشوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك ربما كما قالت الأستاذ احنا نشوف شقة ب 500 مليون، والمواطن يقول لك 500 مليون حاجة يعني بالنسبة ليه فرصة يعني من ذهب، يغتنم الفرصة ويروح يشري هذه الشقة. يعني في هذه النقطة أستاذ، وش تقدر تقول للمواطن، وش تقدر توعيهم خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ حتى ويشوف في المواقع التواصل، في مواقع التواصل الاجتماعي سي لا ميم ميثود دو فيريفيكاسيون، نفس الشيء للوثائق اللي تفيريفيها. انا كيفاه نشوف ان سيت راهم يقولوا 400 مليون كذا، منا نتصل به بالتليفون نتنقل نخلصوا ونجي جاي، ما نكونش الغباء للدرجه هذه. لكن المواطن، طيب استاذ احنا اليوم للاسف الشديد رانا نشوفوا بعض المواطنين، استاذ اذا كانت توافقيني ايضا في الراي، اللي يشوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واحنا رانا نشوف اليوم كي ندخلوا سواء فيسبوك او انستغرام او تيك توك، نقولوا على عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصفه عامه، نلقاو اعلانات الخاصه بالشقق، يقول لك شقه هذه ب 400 مليون ب 500 مليون، حتى هذه الشقه راهي تكون ب 600 مليون، ما توصلش المليار. فالمواطن وش يروح يدير؟ يقول لك انا نروح نشري فرصة ليا، نغتنم هذه الفرصة ونروح نشري. يعني من خلال هذه الحالة أستاذ، احنا حبينا اليوم نوعي والمواطن ونقول له أنه ربما هذا مواقع التواصل الاجتماعي ما لازمش الإنسان يتبعهم، وأيضا المواطن اليوم لازم يتأكد من الوثائق كما ذكرت وذكرت الأستاذة أيضا، أنهم ربما تكون هذه راهو بيع وهمي أيضا. يقدر يكون بيع وهمي، يقدر يكونوا جرائم بعد هذه، علاش؟ يقدر يعطيه موعد يقول له روح بيرسي لي كذا، ياغريسي ويديروا فلوس، صرات هذه الامور هذه. ولكن بور ساسوري باللي هذا السيد اللي راح يبيع عنده الوثائق، نطلب الوثائق. نعم. حاجه بسيطه، قال يا ودي كيف راح يبيع لك، تعطيه درهم تدخل الدار.